في ظل الأحداث الجارية كمان، المتحدة فاجأتنا بمسلسل يعني بيناقش القضية الفلسطينية وتعريف الأجيال الجديدة بها، هو مسلسل مليحة. أهمية وجود عمل زي ده في هذا الموسم؟ هو للعام التالي على التوالي بتحصل مفاجأة في 16 رمضان بتعمل لنا كلنا حالة دربكة. السنة اللي فاتت منى زكي، والسنة دي مليحة. مليحة السنة دي احنا عايشين هذا الواقع، احنا اللي شفناه امبارح احنا باكينا مع الحلقة الأولى، ان احنا عشنا ده، شفنا هذه المشاهد على أرض الواقع لما تتكرر في دراما ونشوفها بهذه الجودة وبهذه الحقيقية. الممثلين اللي بيمثلوا الأسر الفلسطينية اللي هم ليهم أصول فلسطينية أو فلسطينيين، أنا شايفة أن المسلسل في حلقته الأولى، وإحنا طبعا مبكر جدا أن احنا نحكم عليه، بس عمل مفاجأة، عمل صدمة. إحنا بنقول من خلال هذا العمل هذه هي مصر، وهذا هو موقف الشعب المصري، وهذا هو موقف القيادة السياسية، وهذا هو موقف الحكومة، وهذا هو موقف السيد الرئيس. المواقف اللي التاريخ هيسجلها، والدراما أحد أشكال أو أحد صور تسجيل التاريخ. واللي بيحصل ممكن تبقى، مش عايزة أبالغ، بس ممكن تبقى ألم شديد شوية على كل اللي بيتفرج علينا. طبعا في حملة معمولة على المسلسل في وسائل الإعلام الإسرائيلية وكل وسائل الإعلام الناطقة بالعبرية من قبل ما يبدأ، على مليحة نجاح. على مليحة طبعا. فده نجاح، لأن احنا بنرصد الواقع اللي هو طبعا لا يقبل التزييف ولا يقبل التشكيك، لكن كمان بنقدم الملمس الدرامي. بصوا على البشر، بصوا على البني آدمين، ما يحدث في فلسطين العالم كله مضار بسببه. كون ان الناس مش قادرة تفهم دوت، كون ان طبعا احنا بنتكلم عن الغرب اللي لسه القليل، الغرب القليل اللي لسه بيناصر الموقف الاسرائيلي الغاشم والاحتلال اللي نقدر نقول عليه اوصاف كثيرة جدا. لكن لو انت مش مصدق الواقع فبص على الدراما، ممكن تكون ابلغ في الوصول للمشاعر الانسانية اللي احنا بنقول انها انعدمت في هذا الجانب، لكن متأكدين انها ستعود في وقت ما علشان تنقذ ما يمكن انقاذه. ده اللي بنقول عليه فعلا معركة الوعي.